هاي بسطة عمنا ابو زيد يا شباب، الصلاة والسلام على رسول الله. شافني شافني تحسوا كاشفك، تحسوا كاشفك، ما ادري حقيقة تحسوا كاشفك بس ما يريد يسوي. السلام عليكم. الله يعطيكم العافية يا شباب، تحياتي لكم متابعي قناة سوق المواشي في سوريا على اليوتيوب أينما كنتم، الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم يا شباب الأربعاء 18/9/2024، احنا الآن بسوق الحلال في مدينة إدلب، محافظة إدلب شمال سوريا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد لإعلاناتكم على قناة سوق المواشي في سوريا. تواصلوا معنا على الرقم الظاهر أسفل الشاشة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله اليوم سوقنا زين يا شباب. أنا أعتقد أنه سوقنا البارح سوقنا اليوم أحسن من قبل، الحمد لله. في طلب على الخروف، في حركة منيحة مقبولة يعني. أهم شيء التداول، ما يهمنا الغلا والرخص قد ما يهمنا التداول، يصير بيع ومشترى. نعم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. وسمعنا أنه في تصدير بسيط يعني للخروف على العراق، ما ندري إذا ممكن يتحرك سوقه ولا لا. يعني شفنا يعني هيك انه في تصدير من اربيل على العراق، فممكن يصير يعني حركه على سوق الخروف، ولكن يعني ما هي الحركه الرسميه، يعني ما ممكن تكون يعني. اي نعم، الصلاه والسلام على رسول الله. البضاعه عند اخونا ابو احمد بهاء الناصف، خراف خاميه، بضاعه نظيفه. لا نغطي لكم السوق كاملا بعد ما ننتهي من هذا البازار، يعني ان شاء الله نحاول نغطي لكم السوق كاملا. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزق الجميع ما شاء الله تبارك الله. بضاعة نظيفة وزينة يا شباب. اي والله، هلا نشوف ايش قد عم يندفع بها، ايش قد عم ينطلب. نحاول دائما نغطي لكم السوق كاملا يا شباب، يعني كل التفاصيل. في ناس يقول لك يا اخي ليش ما صورنا المعز؟ احنا حسب الموجود يا شباب. احنا ما ينعرض معز، احيانا ما ينعرض تبل بالسوق، احيانا ما ينعرض مثلا كبش بالسوق. فالشباب يكتبون بالتعليقات، الله يجزاكم الخير، قدر المستطاع نحاول نخدمكم بهذا الامر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. تابعوا الفيديو حتى النهايه يا شباب. هاي غنم بلديه يا شباب، الصلاه والسلام على رسول الله. عند اخونا سامر من هين وغادي يا شباب، عجت العشر يصير عليها طلب. غنم مثل هاي اسعارها معقوله، غنم الباديه دائما اغلى لانها اخشن، تجي اخشن، ضرارها طيب، يعني بدنها اكبر. اللهم صل على محمد. دائما العجله لما تكون خشنه تكون طليها يزاد يجي خشن. اي نعم، اللهم صل على محمد. كلها عشر، هاي وحده من الوالده بس مو. اللهم صل على محمد، ما شاء الله تبارك الله. ايش طلبتوا بها ابو سمره؟ والله جعنسومها اربع وربع، 425 على 400 بياعين. ما اعطوك شيء ابو سمره؟ والله لسه ما حدا اعطانا، لسه ما صار بيدي فاهم. 10 3 ونص فوق ما شاء الله، هاي قريب وتحط 10 نعجات فيهن فرد واحدة جايبه. اين هي الولدانه يا ابو؟ الطرفانيه مو؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هاي مو؟ هاي لازم الولده. ايوه هاي هاي مبينه هاي ما شاء الله. ظنيت الطرفانيه. والله زين، موالدين زينات ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله، صاحبنا كويسات والله، مبينات مبينات، بضاعة نظيفة. ما صار بيها دفاع لسه مو سامع؟ لسه ما حد انطانا شيء، لسه الدنيا بكير. والبضاعة مثل هاي عليها طلب يعني. 10 اي نعم. شلون السوق سامع؟ الحمد لله ماشي الحال. يلا يا رب الله يرزقكم، الله يرزقكم ان شاء الله. حيا الله عمي، هلا فيك، الله يحفظك. سلام. احنا اول طالب منعم هيك راسي والله ابو مهيب، الله يوفقك، الله يوفقك. هاي انا عجب بس حطيت نص الغنم، الغنم اللي هي بيها. ايه. ما يصير يفوت بيها عجب. ليش؟ تعود العجيان يعني؟ عجب الرانيه ما يصير تفوت. ظل يسولف لي على المواصفات، قلت له المواصفات لا تقدم ولا تاخر. اعطينا حليب، اعطينا سنها، اعطينا السوالف، هاي كلها ما تنفعنا. شو ينفعنا من حليبها ابيض. نعم، وسنها وسمنها اصفر. وسنها ابيض. وسمنها ابيض. سمنها زاد ابيض. نعم. سمن الغنم ابيض. لا مو ابيض. طيب سمن الغنم تبع البقرة اصفر. سمن الغنم ابيض من سمن البقر. ابيض بس سمن الغنم يجي مثل اللولو، لونه انت تقول اصفر. ابيض اصفر بسيط. اصفر انت تقول اصفر. طيب هاي ايش قد سعرها؟ ايش قد طالبين بها؟ سعرها 600 دولار. وما اعطوك شيء؟ انطوني واحد يعني. ايش قد اعطاك؟ اعطيته هذه 360 دولار. اه صحيح. والله هاي 360 من دفع بيها. لازم يعني لازم يبحبحني شوي. ولكن عندي بعد كيلو، هاي ما يقول اول شيء سومته 750. ها بس ضغطت عليه ونزل السومه. خلينا ناخذ على القبل، قبلها عادي 100 كيلو ما شاء الله. شنو عشرها؟
20 موس 3 يعني اجر. حد انطاك اكثر من ابو قيس؟ حد انطاك اكثر من ابو قيس؟ المشكله ما حد جاني غيره ولا حد راح يجي غيره. شلون السوق ابو النور؟ شلون السوق اليوم؟ لا ايوه من سوماتكم المال مالها مالها لا لا السوم ما له علاقه، السوم لا يقدم ولا يأخر. وكل شيء واحد يقول لك السوم قول له انت ضعيف بيع وشراء. نعم ضعيف خبره. ايوه السوم ما له علاقه. انا خليت السوم 5000 خذيت منك شيء؟ لا ما خذيت منك شيء. بس انت السوم احيانا نفسيتك لا تعبت؟ السوم يخوف الشاري. اني مثلا اني عندي خبرتي قليله زين؟ ايه؟ هذا عمي ابو عديه كلامي صح ولا غلط؟ عمي ابو عديه لما تكون خبرتي قليله واجي انا خيو تقول لي هالخروف ب $400 لا لازم ما يسوم، لازم يسوم زياده 200 ورقه مشان نعم صحيح مشان يصير الكلام منطقي. معلم 200 الغشيم مثل حكايتك يا ابو قيس يقع فورا. انتم ما تعرفون من دلاله تصومون $150 لفوق فتشبط يا تشبط يجي يجي الشراء يجي الشراء يكسر $200 لتحت. اما سوم $20 شوف اذا ضرب بازل يسوون الشراء يقف عندك مسمار. اي نعم بس يوم انك تشوف وش يبي. انا عجل 7.5 صح يا ابو حمزه. انا هالعجل سمته 7.5 ايه $700 مو هيك؟ ايه يجي هي يدفع لي 350 لا اصبر شوي انا اقول لك شلون. انا شراي خبرتي قليله تمام وجيت انت قلت لي هاي $700 جيت انا خيو انقطع قلبي من هالسوق كله. العم اذا هاي انعجم مثل هاي $700 الاحسن من شلون احصلها؟ لفيت ومشيت. يلا لا يبارك فيك زلمه من سومه. ممكن اني ضعيف ما اعرف ما اعرف. ما يصير ما يصير ما واحد يفوت السوق اللي يعرف شنو السوق. انت الطفشه زبونات ايش لك؟ حجي ما طفشه زبونات. ايوه انا اعرف شو انت دلال. هذا دلال المعلميه. أيوه مو دلال الغشيمين. هذا زي ما عنده ثلاث السوق. وردينا على يجي معصب من الغاب يسوم الهاجي زياده حسب الحره حسب 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 ما ينحر. والله مروق بجنس صايمها ب $400 فوق فوق هذا سوق اللحم يا شباب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ما شاء الله تبارك الله. اليوم خاروفنا يا شباب قام ينباع ب $4.60 زيادة شوي نقص شوي. اي نعم اللهم صل وسلم على نبينا محمد. تعال شوف الخرافة ايش قد انباعت ايش قد توزنت. الفطيم $4.40 $4.30 ممكن فوق الـ40 تنقالي يعني. ها النعجة $3.80 $3.90 شرب عمر ايش قد انباع الخروف؟ 64 بين على 84 بي ب 84 شكارات ولا تنقايات؟ تنقايات 84 اي نعم شكارات يا شباب. البيع الجمله شكارات يعني بيع الجمله عند اخونا ابو عمر الله يوفقكم. طلع 60 62 كيلو $4.60 يقضب له شيء $300 عند $300 شيء بسيط يعني مع دلاله واجرة الطريق يقضب له $300 يعني. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا سوق اللحم يا شباب. بالنسبة للأسعار يا إخواني الأعزاء قلت لكم يعني الخروف $4.60 يزيد وينقص. حبيب قلبي حياك الله الله يسلمك. $4.60 هذا أي نعم الله يرزقكم يا رب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الله يرزق الجميع. هذا بالنسبة لسوق اللحم يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله. كبش ماني شايف بالسوق والله كبش بي بيكباش بيكباش الكبش بالأربع دولارات يا شباب $4 وشوي كمان. اللهم صل على اليوم واقفين عليها دلالين ثلاث دلالة ها حي الله عمي محمد هلا فيك. 175 ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على $190 الصلاة والسلام على رسول الله على $190 الراس. اللهم صل على محمد. شلون هالسوق عمي ابو؟ والله مو زياده هذا الجدي شنو اسعاره عندك؟ والله اذا انا جاي مسوي بين 80 ها $80 الراس. عم يندفع بين $80 شنو هالجدايه هاي الراس مو كل هالشيء السوق ها؟ هاي 100 و100 ليره 100 دولار و100 تركي 100 امريكي و100 تركي. اللهم صل على محمد. ما مو رضي هاي بسطة عمنا ابو زيد يا شباب. الصلاة والسلام على رسول الله. 40 ليرة؟ اللهم صل على محمد. هاي بسطة عمنا ابو زيد يا شباب رقمه عندنا. بعت الجرس هذاك اللي منقله عمي ابو زيد المنقوش. انباع مو راح والله شغلة هذاك. هذا نحاس ايش قد حقه هذا نحاس عمي ابو زيد؟ والله $40 بلسان ولا ما ابو؟ لا 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 طن 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 ما شاء الله. هاي بسطة عمنا ابو زيد يا شباب.
عم يتسبب اللي يشتري يشتري منه ويلحق اجر. هاي علينا بازار عند عمنا ابو الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خلافهم بسيط يعني على شيء بسيط. 160 اعتمدت الله ربك. يا باهي 55 60 والله رح. يا صاحبي خلص والله 60 والله رح. ايش قد قلت له عمي؟ ما بقول له 160 80 80 واخونا ايش اعطاك؟ اعطاني 55 يعني خمسة فرق خمس دولارات. دولارات إذا مربحك الخمس دولارات عيد لا تشتريه. خمسة السوق عندك عم بماي؟ والله سوق جايين طيب اليوم. يبرد ها؟ والله اليوم في حركة في اليوم كل. لا والله بركوت بركوت. اللهم صل على النبي. بركوت كثير معنا. ما هو هالقد يعني العالم شيل والله المستعان. يا محمد والعالم يا اخي والله ما مصري. ما الناس ما معهم مصاري. ما معهم مصاري يا اخي. والله حجي اشتريت البيت 55 يا اخي. 60 و55 نعوف دلاله نعوف الدلاله دلاله يعني. لك الصبح بس بعتك وما ما انا ما بعتك كل زمان ما خرج والله ما خرج. يلا فرقكم 5 دولارات يا شباب على راسين ما يسوون شيء يعني انت باخي وماني. يلا فرقكم 5 دولارات بس على راسين هذا مش على 80 دولار 80 دولار لك الله عليك 215 و220 هذا ماهر ابن عمنا ابو ماهر بازار على الخرافة وراء هذا الشيء تو انباع مثل هم. هذا احسن ثوب ولا عمر واحد احسن شوية بس كعمر ترى واحد سلم الثانيات بزر شوك ماهر ايش قد طلبت بالخرافة هاي 155 دولار 155 155 لا على الخراب طلعني على اشتريت يا فادي اشتريت 160 لا ما بيع ما بيع عمر مثل هذا اللي توه شفناه لكن هذا الاولانيات جنس احسن يا فادي والله حلوات الخراب عيبه يا فادي اي والله يبارك له 55 حي الله يبارك له يا بازار جماعه حي الله يبارك له 1 2 الله يبارك له ايوه حمزه تخبط شافني شافني يا خاي من 400 رفع هاي رفع يا بدر عبيد وهاي رفع وهاي ما رفع وهاي رفع خشنه وهاي رفع وهاي رفع وانت رفع وانا رفع يريد الاربعه ب 400 دولار صلاه صلاه بيش ايش 3.5 صارت الوحده يا ابن عمي ال 400 ب 3.5 قد وقفت الوحده هاي بشكل بعدين ما لقيت تسالني غيراني قد يا شباب 90 يعني 375 3.5 الاربعه ب 3.5 السبعه 75 الوحده امين ايه مظبوط عفوا مضيع انا مضيع انا ايش قد يطلع لي ابو مريم 86 دولار ولا شيء 86 دولار ترى انت بعته ايش غايب 3.5 الله يبارك له الزمه يا الله ربع على ربع يا ابن عمي الله يبارك فيك وين رايح اجيب اخوك فين يلعبون البرجي جاي خذ الصلاه عمو 75 دفع بين 375 بجان عندك هنا وما السوق اسمع هذا السوق بدي اسلمك هاي البضاعه هذا بازار على البضاعه خاميه يا شباب بضاعه نظيفه بضاعه تربط والله انا بحكيك اشتري هذا عرض وطلب احسن شيء تشتري الخامي والله 100 الف احنا نريد الرباطه اشتري الخامي لا تشتري شيء معلوف من المعلوف لون مميؤوس منه
ما نباع. البازار اللي انت عم تشتغلوا بازار خير. اللي يخلص. لو بازار شرقي. أما الخامي ينباع خامي. يجي 100 مرة عند المعلوف. أنا عم بحكيك دغري بس أنا عم برعيك لازم ترعيني مزبوط صح. أنا لك قبل ما جيت أشرب بالله ما بدك نحن. ناس خامية يا شباب كويسة والله الله نظيفة الصلاة والسلام على رسول الله. أي نعم. حالات الحكي مشاور والله لو اعرف مال 30 لقلك اشتغل ب 30 والله اي والله العظيم ولو اعرف مال 33 لقلك اشتغل ب 3 بس بعرف الغنم هي مال 250 اقول لك اشتغل ب 40 اشتغل ب 40 اشتغل ب 40 عم يقيم الدلال ب 240 دولار 240 250 دولار. بدك تكلفك كلمه تطلع يا شيخ شيء مكلف. طيب انا شفت لك تكلفه كلها من 250 هي لازم تقول لك 250 واجار رقم كسرت ال 40 شفت لك 10 دولار تكلفه عم يقول له بال 240 حقها ممكن يكسر شوي كمان اذا شاف في اعتماد يعني اشتغلنا اللهم صل على محمد اشتغلنا ب40 انا نزلت 20 دولار نزلت 20 دولار انا بدك 70 انت مال انت ما تزحزح ولا دولار قلت لك 220 225 تحس انه عرفان كل شيء بالساكت تحسوا كاشفك تحسوا كاشفك بدي حقيقة تحسوا كاشفك بس ما يريد يسولف